أنا صار شو تعبتي أم جوزيف؟ لا ما تعبت، شو شايفني ختيارة؟ بس جرح عم وجعني. سلامة قلبك وبدنك، ما بقى إلا نوصل. لحشة حجر مثل الأولى. وقف وقف. سمع صوت حركة وعجبتني بنوم. لك شو عم يعملوا العسكر هون؟ شو بيعرفني؟ ولا حركتهم ما عجبتني بنوب. خلينا نرجع عند يوسف. لوين بدنا نرجع بعد ما وصلنا لهالقرنة؟ شو بنقعد نسوي هون؟ ما شفتي العسكر بعيني؟ نستنى شوي، بركي بيروحوا. ايه، نستنى ليفرج الله. تعي شوف القرنة اللي بدنا فيها، تعي. يلا. شرفي. خير سامعوا شو في؟ نفرس عم حاول القرنة كلها. يا باطي مشيتوا الله جابها، وصلوا لعندهم منا برجليهم. السلاح جاهز سامعوا؟ السلاح جاهز، الرجال كلهم جاهزين. ونحن جاهزين، الله على الظالم. قولوا الله يرجع. أحسن أخذك من هون. أنت أمالي برقبتي، قسما بالله لو ما كنتي معي لكنت هلأ مع رجالي. والله والله حاسس روحي عم تمرط مرت بين ضلوعي. وأنا شو عم بعمل؟ بروح معها، هي موتي. لا خليكي هون، خليكي هون، الله يرضى عليكي. ورخي عن وشيك، أحسن ما تمر على شي دوري تتعرف عليكي. ما بنعرف امتى رح تهدى. الرب يكون معه. وصاحي اولاد هالكلب اخذينه غدر. ليش هن بيطلع منه غير الغدر؟ لك تفيح عليهم شو عندهن. ايه ابو النار، بدك ترجع لحالك على الحاره. ليش انت مو راجعه معي؟ لا مالي راجعه. شي وين بدك تروحي؟ الي صديقه بدوما، بدي روح زورها، صار لي زمان ما شفتها. ويلك وين دوما يا ابو جوزيف؟ يو ليكا لحشة حجر. روح يا ابو النار، روح وانت مطمن، العذراء تحميك. ما راح امشي خطوه قبل ما اطمن عليك. لا اطمن، راجع لعندك، لانه ما في حدا بيعرف محل الشباب غيرك، بس هلا شايفتها ما لها مناسبه. وانت قلتيها. الله يوفقني يكون معك. يا ابو النار، الرب دائما مع صاحب الحق. اي نعم، هذا الحكي المضبوط. بس وينك ام جوزيف؟ ما راح خليك تمشي خطوه بلاي. يا عطرة نجينا، شو مالك مصدقني اني رايحه لعند صديقتي؟ مصدق ام جوزيف مصدقك، بس اجري على اجري، بوصلك وبرجع على الحاره. خلص مثل ما بدك، انت حابب تعذب حالك تفضل روح معي. كثير ظريف انت ومعصبي ام جوزيف. شرفي شرفي تفضلي. ايه ام جوزيف، لبلتي قلبي وانا قلت لك ارخي على وشك، فهلا نحن ماشيين بدك ترخي على وشك. الله يرضى عليكي. بدنا نطلعهم من السام. مو انت هيك قلت لي بدك ترجع لحارتك؟ بدك تشوف حسن. يا الله، ما لا ريح تتراه بالشام. الحمد لله الحمد لله، حقق حلمي، رح موت شهيد. ابو حسن مثل ما مات بالمرحوم ابي. ابو حاتم ما رجع حميت كثير، الرجال انسحبوا على
استنى باي. انت لا تاكلهم، رجال بيدبروا حالهم. انت اهدى شوي. للرجال ابو حسن ما كان، وعمي يدعي لكم ربي ينصركم على كل من عاداكم. في عيونك يا هشام، الله يا رجال. قولوا الله يا رجال، قولوا الله يا رجال. لا إله إلا الله والشهيد. اللي جماعة أبو حسن محاصرين بالغوطة؟ إيه نعم، حبيت خبرك حتى يكون عندك علم. طيب روح أنت، روح روح. ألو، أعطيني الطير. مرحبا طير، الأخبار ما بتسوى بنوب، الجماعة بالغوطة محاصرين. مشي الله معك. عرفتوا شو بدنا نعمل شباب؟ يا شباب بدنا نراقب ابو الورد وابو شاكر ونعرف وين عم يروحوا ويجوا خطوه بخطوه. وليش كل هالشي يا شباب؟ فهموني. لانه عمي ابو حاتم ومعتز بعثوا لنا خبر انه هذا ابو شاكر كذاب وعم ينتحل شخصيه غير شخصيته، وحذرونا من ابو الورد كمان. شو هالحكي؟ يعني الزلمه داسوس على الحاره؟ الله هو العليم. يعني احنا ما بدنا نشك بحدا، بس يعني نحن هيك اجتمعنا لحتى نرتب الامور ونعرف كل شيء عن هدول الجماعه. اتركوا موضوع ابو الورد علي وعلى ابو عناد. ايه مو بس هيك، انا جاهز لاي شيء بالتلفوني فيه. كفو ابو عناد، انت ما بتقصر. وانا براقبكم ابو شاكر وبشوف لكم اخبار. بري عليك حدو. ها اجى خاطر. السلام عليكم. وعليكم السلام. طمني، شو الاخبار؟ ما له مبين. شلون ما له مبين؟ لك له ساعتين تارك دكانته، وين راح؟ لك هلا نحن لابد نعرف كل شيء عنهم، بس الشغله بدها شويه وقت. وشو بدكم؟ انا جاهز. معلش حكيم، يعني انت خليك بعيادتك، بدنا اياك على الطلب، ما بدنا نعذبك بصراحه. يعني من اول جيتك على الحاره ما عاد في زبون اجى سال عن دواء. الله عليك يا عصام. شو في ابو الورد؟ ليش تارك المضاف وجاي لهون؟ سيدي في حركه بالحاره مو عاجبتني منوب. غير شو في؟ سيدي هذا الاسم خاطر، لازم انا لازق دكان ابو شاكر. وابو شاكر وينه؟ والله ما بعرف يا سيدي، كانه فص من الحدا. اسمع لك، بتحمل حالك وبتراقب لي كل حركه عم تصير بالحاره وبترجع بتدي اياها. امرك سيدي امرك. الله معك. زلمتك يا مأمون. عم شاكر من واد؟ هذا ابو ياسر مأمون بيك وهو حيوصلنا للنمس. يا اهلين وسهلين يا ابو ياسر. عم شاكر هل من راكل؟ هاي بس صديقتي ام عربي. هذا هو ايه؟ دقي الباب لشوف لك. شو هاد يا ابو النار؟ أنا بحياتي ما مشيت تحت أمرة رجال إلا تحت أمرة المرحوم أبو جوزيف، ولو ما بعرف إنك بتعزني وآكل همي وخايف علي ما كنت بخليك ترافقني لهون والسما سرقة. كرمال الله لا تزعلي مني أختي جوزيف، لا تزعلي مني، أنتِ أمالي برقبتي ولازم أطمن عليكي، بعدين لازم نعرف وين أنتِ متخباية، بركع تزناكي شي. مظبوط، كتر خيرك. شرفي. ومحتيهم بالشمس ونشفيهم منيح. حاضر يا ماما. مين؟ اهلا وسهلا. كيفك ام عربي؟ خالتي ام جوزيف يا عميد. اهلا وسهلا فيكي. اي والله ماني مصدق عيوني، انا بحلم ولا بعلم. تفضلي خالتي، تفضلي تفضلي اخي. بعرفك على افي ابو النار، وصلني لعندكم لهون. اي والله يعطيك الف عافيه. الله يعافيكي اختي، ما بدك توصلي ها؟ بعيوني من جوا يو. اي ابو النار، هي ام عربي بنت أعز صديقة إلي، كنا عايشين سوا بالإمارية. أهلا وسهلا فيك أختي أم عربي، شرفنا. يلا تسمحوا لي أنا. الرب معك، بتسلم على المختار وعلى الشيخ عبد العليم
وبتقول لهم ام جوزيف بخير وسلامه. يوصل اختي جوزيف، يلا السلام عليكم. العذراء تحميه. والله جايتك بدها زلغوطه. هيك لكان بعتك النمس لتخطف له ابو شاكر. بس انا ما وافقته يا بيك، واجيت لحتى صالحهم مع بعض. ها وهي ابو شاكر اساله. بهي معه حق مأمون بيك، ابو ياسر ما سمع كلامه للنمس، وهي لحالها بتشفع له عنكم. لا 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 يا ابو شاكر، لا ما في شيء بيشفع للعينتين الا شغله واحده. شو هي يا بيك؟ هات ايدك لبوسة. تسلمني رقبه النمس. هي ما ردت منك يا مأمون بيك، بدك ياني اطلع عوايني وسلمك صاحبي؟ ابو شاكر شوف شغلك. طول بالك ابو شاكر، استر على عرضك، لسه ما حكينا وتفاصلنا انا ومأمون بيك. اخي انا حكي ومفاصله ما بفهم فيها. او شو؟ لا يلي بدك يا بصير مأمون بيك. يعني موافق تسلمني رقبه النمس؟ ايه بسلمك يا عظيم. وينه؟ النمس عندي، عندي بالبيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شامنا عزنا. Hey! Hey!